بين بيت أو قصرين، فياخذ سلشات، يعني سلشات الأحشاء، أحشاء مع الدم وكذا والكبد وغيره وبني الدم أشياء اللي تلقى وتؤكل أو لا تؤكل مو مسألة، وهي هاي الأوساخ مالتها، ويصبها على محمد في صلاته. شاهد النبي ايش يقول؟ قل يا رب العالمين أنت تمنها. آمين يعني. يقول اللهم اهدي قومي لأنهم لا يعلمون. عجيب. حقيقة أهلا أنا أختم أصلا أحيانا أفكر بعض الأمور أختم من وجودي أقول أنا مخلوق ورسول الله مخلوق يعني وين وين ليش الله خلقني أشوفها اللي رأسه وأطراف عليا وأطراف سطلة ليش ما في خلقتنا النبي بس كلش واحد يستحي وين أحنا وين النبي الله سبحانه وتعالى يقول أقترح أصلا بس تريد بالمناسبة يا من يبتدئني قبل أن أسأل تحننا منه ورحمة قبل ما تسأل هو يقول بس هي أعرف أن قلبك تريد يبدي ولا تسأل عبدي خلقتك ولم تسألني أفيعيني رغيف خبز أسوقه إليك في اليوم ثلاث مرات تسأل خايف تموت من الجوع أنت أصلا ما كنت موجود أنا خلقتك اذكر في الكتاب مريم اذكر في الكتاب يحيى ما راح تقول ما راح تقول هبط جبريل عليه السلام من هناك يصير ضغط 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 اخزي محمد سب محمد ابصق على محمد بدل اسمه سميه مذمم مذمم منهجنا ودينه قلينا عركة حاربة ضربة قتلة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل عبادة يصغرون عبادة أن يستواجع عيونهم عن حافرة لا أؤمن بهذا البلد وأنت حل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا رسول الله أنت ما دمت في مكة أنا ما أدمر مكة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت ما دام فيهم ما أعذبهم أنا بس تطلع بس تريد بس لحظة تريد فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ما دا يرضى لا يخاف عقباها اللي ما يرضى سواها يعني شنو؟ يعني بالحافلة شلون صرت آية المسجد عدل سواها هي تسوية يعني لما صار قصف وتدمير دمدم يعني مره هزه ارضيه قصف جوي هزه ارضيه قصف جوي الى من يمر على سدين اللي رايح للحج يمر على سدين يشوفها عدله ما فيها لا ترى فيها عوجا ولا امتر لا قصفا ولا صعبه وما احد يسالني ولا اخاف من احد فدمدم عليهم شوف العباره فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سلام قال يا محمد هبط جبريل بعد الضغوطات وهي القصص اللي نعطيك يا رسول الله امير المؤمنين هم ينتظر نسلك يا رسول الله رحمه للعالمين لازم يجي الحسن لازم يجي لازم يجي موسى والرضا وجعفر والمهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف الناس بحاجة إلى مصلحين معلمين أدلاء إيش كذاري لحظة أنت تعيش مع رسول الله يا رسول الله إيش لونك من هذه الضغطون يقولون أكثر 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 منك أنت تسكت ما تطلب شيء أحكي لك أقول لك تقدر تقدر أني ببركتك أعطيت زكريا ذكر رحمة ربك أني ببركتك أصلا خلقت الخلق أنا ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا شمسا كذا ولا فلكا يجري ولا شمسا منيرة ولا قمرا
مضيا لله من اجل هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكسار. انتم من اجلكم اصلا انا فتح معهد الدراسات الاسلاميه للكره الارضيه، المكان الكره الارضيه، المعهد معهد الدراسات الاسلاميه، المنهج القران، المعلمون محمد وال محمد. اذا ما تريد تدخل بهذا المعهد او تريد تقول لا او كذا، نحن شنو؟ خلي اقول لك المثل حتى شوف شفافيه العلاقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شويه. احنا بنلاقي حقيقتها بس هيجي من صدر الضوء شويه خفيفه عليها. انا قلت لك احنا بالنسبه لله يعني مكلفين عليه، يعني مثلا رب العالمين على هالشكل خلق ست مليارات بشر تعبنا. ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب، اصلا ما تعبنا. فاصبر على ما يقولون، اصبر شويه يا اخي. انا عندي، انا الله عندي لما اخلق مثلك لما تفكر. الان انا اقول لك مثال، يعني يذكر الفلاسفه في الخلق يقول ان الله مثل نفسه اودع فينا، مثل نفسه المقدسه. مثلا هو بصير احنا بصيرين، هو سميع احنا سميعين. ايش؟ فمثل جاء مثل ومثله في الخلق. انك الان فكر بعصفور، فكرت عصفور سوي اثنين، صاروا اثنين، بس في فكرك عصافير اثنين سويتهم، خيرتهم، صورتهم، سويهم عشره، سويهم مليون، طيرهم كلهم، طيرهم في السماء، طيرهم ابعد شيء ابعد شيء، ثم رجعهم خليهم على الارض، موتهم، هسه الغيهم نهائيا من مخك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. تتذكر العصفورين؟ يا عصفورين اللي قلتي عليهم، وينك عصفور؟ لا جبنه بيضه ولا عيش ولا هكذا الله يخلقنا. يعني بس يريد شيخ علي الشمري يجد الدنيا، ما يريد شيخ علي وين هو؟ ما هو اصلا؟ ما هو؟ فالله سبحانه وتعالى لما احنا شنو بالنسبه لله؟ مثل الظل، لا وجود لنا. هسه هذا اللي لا وجود له يكفر بالله وبالرسل ويحقر ناقد. لا لا، اصلا احنا ما نخاف اصلا نسوي ذا الشيء. يذهب بكم ايها الناس وياتي باخرين ثم لا يكون امثالكم. يعني ما خسران. انا عبدي خلقتك لتربح علي لا لاربح عليك. انت خسران مو اني، انا الله، انا لا يعني لا ينقص من ملكي ولا، لو امن من في الارض جميعا ما زاد ملكي ام ولا، ولا نقص او لو كفروا ما نقص منه ولا ام ولا، يعني ما اكبر. فهنالك تلاحظ ترى هاي كلش صعب، يعني مع علم النبي لان الله لا يتضرر ولا ينتفع، وهو حليم الله، وهو كريم الله، وهو مهم عند الله، ولا يسأل الله، والضغط عليه أكثر، كاهن، شاعر، مجنون، مثله بعض آلهتنا بسوء، وما يتكلم، بعثنا له سورة، بعثنا له آية، قلنا له لتبشر المتقين، ما يقول، أنا قلت لك أنا ما لقيت، يعني دورت ما لقيت، هبط جبرائيل. خديجة هاي العزيزة أم المؤمنين، هاي الأم المؤمنين الحقيقية، هاي الحريصة على كل واحد، صرفت مالها، كل المال صرفته من أجلك وأجلي، حتى يصل الدين إلى هذا اليوم ولا بعد هذا اليوم، لولا مال خديجة ما اخترع للإسلام عمود ولا قام له عمود، لولا مال خديجة، فلوس تصرف من أبي طالب ما كان أصلا انتصر الإسلام. هسه خديجة قلبها ويا حبيبها النبي، والحبيب المصطفى هو لا يقترح على الله، وهو عظيم جدا، والله جدا عزيز عنده، انه الان يسب النبي علما في باحه المسجد الحرام ولا يسال ولا يقول. جبرائيل روح مهد التحفه، نعطلها مثيل في عالم الكون كله،
وهم يعلمون.